في أول معرض منفرد لها تستخدم الفنانة الأردنية رند عبد النور أعمالها الفنية في إثارة النقاش حول قانون مثير للجدل في المملكة. ويضم المعرض 15 لوحة مفعمة بلون الدم ونقوش تقليدية، ويستمر المعرض حتى يناير المقبل، ويسمح القانون بتخفيض عقوبة الاغتصاب إذا وافق المدان على الزواج من الضحية. ويقول العديد من المنتقدين للقانون أنه يجب أن يلغى إذ أنه يعاقب الضحية وليس الجاني. وقال بعض زوار المعرض أن القانون يجب أن يخضع لنقاش مجتمعي. المعرض عن مادة رقم 308 من العقوب من قانون العقوبات الأردني اللي بتنص على أنه إذا تم اغتصاب امرأة ممكن يتم تزويجها لمغتصبها ويفلت هو بالعقاب. فبلوحاتي عم بحاول أحكي عن هذا الموضوع بطريقة تعبيرية أكثر، إني عم بحاول أستخدم القماش اللي فيه النقوشات والرسومات اللي من عاداتنا وتقاليدنا لأني أنتقد من خلالها هاي المادة. الألوان مستنبطة من القماش اللي أنا أصلاً باخد رسماتي منه، لكن مبالغ فيه بطريقة إنها تخلي تستفز المشاهد اللي عم بنظر للوحات، تستفزه بطريقة ما إنه يحس إنه مثلاً هذا الأحمر مش بس أحمر محطوط، أحمر فيه شوية غضب أو كتير غضب. الأزرق هاد بيورجي حالة معينة لهاي الست، بفرق عن الأحمر، بس كله بالآخر بيهدف لهدف واحد اللي هو إني أورجي هاي القضية من خلال تكوين القماش والرسمات مع السيدة.